يقول سماحة الشيخ: ما هي حياة البرزخ؟ وهل الروح تعود لجسد الإنسان بعد دفنه في القبر مباشرة؟ وهل جسده يشعر بالنعيم في القبر إن كان من أهل الجنة، وكذلك يشعر بالعذاب إن كان من أهل النار؟ نسأل الله السلامة. البرزخ هو ما بين الموت والبعث، ما بين الموت والبعث، هذا هو البرزخ. والبرزخ في اللغة هو الحائل بين شيئين، بينهما برزخ لا يبغيان، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ هو الحائل بين الشيئين، والمراد به هنا هو الحياة التي تكون الحياة الأخروية، الحياة الأخروية التي تكون بين الموت والبعث في مدة بقاء الناس في القبور، هذا هو البرزخ. لأن الدور ثلاث، الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار وهي الآخرة. نعم، والروح تتصل بالميت في قبره اتصالات الله أعلم بها، تتصل حين يأتيه الملكان ويجلسانه بعد الدفن، تعاد روحه في جسده فيسألانه ويجيب أو لا يستطيع الجواب،